إخواني أخواتي المغاربة الأحرار فين ما كنتو، تحية سلام من القلب إلى القلب، وتنتمنى أنكم تكونوا في أحسن حال وأحوال، ويا ربي يحفظ هذه البلاد هذه من كل شر. إذن يقبل من بدأ فضلا وليس أمرا وكرما منكم إخواني أخواتي، تنتمنى أنكم تفضلوا وتديروا لنا واحد لايك لهذا الفيديو هذا. إذن إخواني أخواتي، في تفاصيل هذه القضية اللي هزت الرأي العام اليوم واللي وقعت في مدينة، في نواحي مدينة واتزم، هذه القضية قضية ديال الهجوم ديال عصابة على منزل فيه رجل مسن ومسنة، وقاموا بتصفية هذا المسن هذا وسرقوا الممتلكات الأموال والماشية. هذه القضية هذه اللي هزت الرأي العام حاليا وكتهز الرأي العام، قضية اللي وقعت هذه مدة ديال 11 يوم. إذن إخواني أخواتي، في التفاصيل هذه القضية دي كانت هناك مجموعة من النقاط المهمة واللي خرجت بها العائلة المكلومة، العائلة اللي توفى هذا الأب هذا واللي هو موسين كيف ما كتعرفوا. هذه العائلة هذه اللي خرجت وذكرت مجموعة ديال التفاصيل المهمة في ليلة الواقعة، ليلة الهجوم ديال 4 ديال الناس اللي كانوا ملتمين وديرين الليقات ومسلحين بطبيعة الحال، وقدموا على يعني تصفية هذا الموسين اللي يحاول أنه يقاوم هو يدافع على راسه ويدافع على الزوجة ديالو المسنة كذلك. هاد الربعة الملتمين اللي استغلوا غياب ديال الابن اللي غاب ما كانش في الدار ديك الليلة، وقاموا بالفعلة ديالهم ونجاو، ولحد الساعة هما أحرار، لحد الساعة هما يعني نايلين الحرية، لحد الساعة هما ما تمش القبض عليهم وما توصلاتش ليهم الجهات الأمنية، واللي ناشدات هذه العائلة هذه ناشدات باش أنها تبدل الجهد من أجل أنهم يتموا ويقوموا بالاعتقال ديال هذه العصابة اللي تمت وقامت بهذه الفعل هذه. لكن في جملة من التفاصيل المهمة، فيعني هناك نقطة مهمة ومهمة جدا أشارت لهذه العائلة هذه، هو أنهم كي يتهموا أو لا كيحسوا بالشبهة، كيوجهوا واحد الشبهة للجيران ديالهم، واللي قالوا بأنهم عندهم الشك في أن هذوك الجيران هما اللي قاموا أو اللي صيفطوا ليهم شي مجموعة وقامت بهذه المهمة هذه. علاش؟ لأنهم سبق ليهم عندهم معاهم خصومة وعندهم معاهم شجار، عندهم معاهم مشاكل، وسبق ليهم أنهم هدوهم وقالوا لي قالوا للأب ديالهم السيد اللي توفى واللي كان ضحية ديال هذا العمل الشنيع والفاجعة بكل المقاييس، قالوا لي بأنهم غادي يصيفطوا لي عصابة اللي غادي تقوم بهذه المهمة هذه. إذن هذه العائلة هذه فأشارت لهذه المسألة هذه، وأشارت أن عندهم شك بتورط هاد الجيران. هنا إخواني أخواتي، أنا ما جيتش أنني نحسم أو نقول بأن هاد الجيران هادو جونات، لكن هذه نقطة أثارت هاد العائلة هذه في الخروج الإعلامي ديال هاد العائلة اللي كيف ما كتعرفوا عائلة مكلومة، عائلة كتعيش على الرعي. هاد المناطق هذه كيف ما كتعرفوا مناطق نائية، مناطق فيها الهشاشة، مناطق يعني السلامة ما متوفراش، المنازل غير ديال التابوت، البيبان يعني ماشي شي بيبان أقوياء، يعني ماشي بيبان اللي بيبان اللي ممكن غادي يكالي واحد الإنسان أنه يدخل ما يدخلش. فالظروف ديال الأمن والسلامة اللي كاينة في هذيك المناطق فهي ظروف هشة بحالها بحال الناس اللي فيها، يعني من طبقة الهشة والطبقة الكادحة اللي ما كيجمع ريال إلا ب 66 كشيفة كما تنقولوا بالعامية المغربية، وفي الأخر كيجي كتجي عصابة وكتقوم بهذه العملية دي وكتدي لك الأموال ديالك ما يزيد على 15 مليون، ما يزيد على 15 مليون. لكن إخواني أخواتي، إحنا هذه النقطة هذه اللي مهمة واللي أثارتها العائلة واللي يعني بغيت نشاركها معكم ونوضحها ونطرقوا لها ونعطيها حقها، لأنها نقطة مهمة بالفعل وكتشكل واحد ربما واحد النقطة اللي غادي يركز عليها الأمن في التحقيق ديالو، هي هذه الشبهة ولا هذا الشك اللي عندهم تجاه هذ الجيران، واللي قالوا بأنهم أيضا تخاذلوا وما مدوش ليهم يد المساعدة، ما مدوش السيدة المسنة يد المساعدة ملي كانت كتغوت وكتطلب المساعدة ديالهم، ما جاوش. بل أكثر من هذا أنهم ما مشاوش وما صيفطوش لومبيلونس، يعني مشاو للسوق في الصباح والسيد يعني بات الليل كله في دارو كينزف، لأن العصابة جات قضات الغراض ومشات. الى هنا خوتي خواتاتي، جيت للختام ديال هذا الفيديو هذا واللي فيه وضحت هذه النقطه وركزت عليها لان نقطه مهمه في هذه القضيه هذه. تنتمنى لكم في الختام الحظ السعيد، ونتمنى انكم ما تبخلوش علينا باللايكات، ونتلاقاو في موعد قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.